يا من تسمع رسالتي في هذه الساعة، أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويوفقك وينور دربك ويبعد دمعتك ويزيد بسمتك ويحقق أمنيتك ويبعد ضيقتك ويقضي حاجتك ويرفع منزلتك ويثبت قلبك ويسهل أمرك ويبارك في عمرك ويصلح بالك ويغفر زلتك ويعتق رقبتك ويعفو عنك ويفرج همك وينفس كربك ويصلح لك ذريتك ويرزقك البر بأبيك وأمك ويبارك لك في مالك وأهلك وولدك وحياتك ويسعدك ربي في الدارين إنه على كل شيء قدير.